السلام عليكم. اليوم في شيوات اميت ان شاء الله راح عندكم خبز صغير بالحليب، يجي بزاف بنين هذا الخبز. نبدا بالمقادير. واش راح نحتاج؟ الفارينه، نحتاج 3 كيسان تاع الفارينه، 3 كيسان تاع فارينه، 2 مغارف كبار تاع السكر، مغرف كبير تاع خميره الخبز، 5 مغارف كبار تاع الزيت، ونلم العجينه تاعي بالحليب دافي والملح بطبيعه الحال. اذا هنا راني درت 2 كيسان تاع الفارينه، وهذا هو الثالث. ندير المواد الجافة اللي هي السكر، 2 مغارف كبار، مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، نخلطهم مليح، الفارينة مع المواد الجافة. هذا الخبز يجي بزاف طري، يجي بزاف بنين، نتأكد راح يعجبكم، جربوه. هنا واش راح نزيد؟ راح نزيد هذوك 5 مغارف كبار تاع الزيت، نبصصهم مليح. اذا نبصص هذاك الزيت في الفارينه تاعي، نبصص مليح. واش ندير الان؟ ندير الملح للعجينه تاعي، ونبدا نلم العجينه تاعي بالحليب يكون دافي. دائما السوائل لازم يكونوا دافيين باش العجينه تاعنا تخمر. اذا نلم العجينه تاعي غير بالعقل، ودائما نخلو العجينه طريه، يعني هادو يعني من الاساسيات تاع العجين باش يجينا الخبز يجينا هشيش ويجينا شباب. اذا نعجن، هنا نزيد الحليب وراني نلم. يعني كل وحده شحال ياخذ لها الحليب، لانه كل وحده والكاس تاعها اللي تستعملو. انا ماشي شرط هذا الكاس، تقدري تستعملي اي كاس. انا استعملت كاس فيه 240 مليلتر. اذا راح نزيد شويه تاع الحليب هنا من تحت باش نلم الفرينه اللي بقات لي. بهذه الطريقة. من بعد واش ندير؟ نحب ندلكها فوق لهنا باش ندلك لنا مليح وتلم روحها، يعني حوالي 3 دقائق. ولا هنا العجينة تبالكم تتلصق، لكن غير تدلكيها تشد روحها راح تتلم منا. دائما في الأول لموها شويه جاريه ودلكوها راح تتلم. هاي بدات تتلم لنا. نحب نوري لكم يعني الطريقه تاع الدليك، كاين اخوات اللي ما يعرفوش نساعدوهم. بهذه الطريقه ندلكو بلا ما نقطعوا العجينه. اذا هاي العجينه تاعي دلكتها حوالي 3 دقائق فقط. نغطيها ونخليها ترتاح على الاقل 20 ساعه، نص ساعه، ونعاود نرجع، عفوا عفوا عفوا، 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، ونعاود نرجع ليها فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا العجينه تاعي راهي ارتاحت، واش ندير لها؟ نقسمها باش نديرها يعني خبز صغير. بهذه الطريقة نحاول باش نقسموهم يعني متساويين. إذا نقسمها على 2، وكل وحدة نقسمها على 4. ديرو دي بتي بان يعني صغير، خبز صغير يعني بزاف شباب. هذا الخبز خاصة في المناسبات، ولا عندك شعر دا ولا ديريه، روعة يعني. يجي بزاف يعني، يجي كما نقولو حنا، يجي يعني يجي حمر الوجه، يجي بخيزونتال. اذا ونخدموهم بهذه الطريقة كما انا نشوفو، نحكمو يدينا صبحتينا بهذه الطريقة بهذا الشكل. نجيو العجينة في الوسط، نبداو ندورو
راح تاخذ الحجم تاع الكف تاع يدينا. ها هي الخبزه الاولى، نزيد الاخرى باش تشوفوا كيفاش الطريقه كيفاش نخدمها. اذا نحكم العجينه تاعي اللي قطعتها نديرها بين يديا ونبقى ندور، راح تشكل بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه كما حبيتو. راح تشكل الخبزه عندي، نزيد واحدة، إذا راح نكمل كامل الخبيزات تاوعي. هما الخبيزات تاوعي شكلتهم، درتهم في السنيوة، نغطيهم نخليهم حتى يخمروا تماما، يعني حتى يضعفوا الحجم تاعهم، ونرجع لكم فيما بعد إن شاء الله. ها هو الخبز تاعي خمر، بعد ما خمر واش ندير؟ نحكم أن جون دوف صفار بيضة، ندير لها كمية قليلة فقط تاع الحليب، حوالي مغرف صغيرة تاع الحليب. نفتح هذاك الصفار تاع البيض تاعنا وندهن به الخبز تاعنا كامل. ندهنو من الفوق الوجه تاعو فقط كما نشوفو، حيطيلو يعني لو نشبك يطيب هذا الخبز هذا. من بعد واش ندير؟ راح ندلو السانوج ولا الجوجلان كما حبيتو، ندلو كمية تاع السانوج على الوجه أو نديرولو الجوجلان كما حبينا، وندخلو الفرن مسخن مقبل على 200 درجة. كي تشوفوه تحمر وطاب من تحت نشعلولو من الفوق يحمر ونطفو عليه، ونلتقي فيما بعد إن شاء الله. إذا ها هو الخبز تاعي بعد ما طيبتو، يعني حمرتو مليح، نحبو حمر ولا ما يحبوش ما يحمروش بزاف. كيطيب من التحت شعلو من الفوق حتى يحمر، راح يجينا بزاف طري. شوفوا داك الخبز شحال طري، شوفوا شحال طري، يجي بنين بزاف، يجي هشيش، يجي كيما القطن. بسم الله شوفوا كيفاش يجي، يجي روعه هذا الخبز. فقط خلوه حتى يبرد مليح باش تستهلكوه. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناة حتى يصلكم الجديد. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.